عليكم وعلى أحبتكم بكل الخير واليمن والبركات والطاعات. مشاهدينا الكرام، خير ما نبدأ به الشعائر اليوم تلاوة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ خالد الجرحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. إن أصحاب اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم تعبد الشيطان.
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون.
ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن كان حيا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم أيدينا أنعاما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما
خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق الله العظيم
استقيموا بالصلاة يرحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا لعبادته في هذا الشهر الكريم، فقد تفلت منا هذا الشهر الكريم ومضى، مضى بأنواره وإشراقاته وكل شيء خير فيه. هنيئا لمن فاز وعبد ربه سبحانه وتعالى حق العبادة واغتنم الفرصة فأنفق وصلى وزكى ووصل رحمه وعامل الناس معاملة حسنة، فإن في لحظة من لحظات التاريخ ذهب التجار إلى بلاد شرق آسيا ليس معهم سلاح وليس معهم عتاد إلا التقوى وإلا الأخلاق الفاضلة التي حملوها بين ضلوعهم وحملوها في قلوبهم، فتحركوا فتحرك الكون معهم وأسلم الناس حتى صار عددهم أكثر من عدد كثير من دول المسلمين. كانت قلوبهم عامرة، وما أدراك ما القلب؟ هو الأساس، هو العمود، هو أمير البدن. إذا صلح صلح الجسد كله، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذكر القلب بمفرداته الكثيرة في القرآن الكريم أكثر من 130 مرة للدلالة على أهمية هذا العضو وأنه محل الأنوار ومحل الإشراقات ومحل الله عز وجل ومحل ذكره سبحانه وتعالى. فإن عمر هذا القلب عمر البدن وتحرك البدن في الكون، يعمر ويبني ويسهر ويتعب. فكان هذا القلب في رمضان عامرا بنور الله سبحانه وتعالى. اليوم يقبض الجائزة
فهذا يوم الجائزة. القلوب اليوم تقبض جوائزها لأنها قدمت، فيفرح القلب ويفرح من حوله. يفرح الإنسان بأن وفقه الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل نعمة وكل رحمة وكل فضل من الله سبحانه وتعالى يستحق الشكر ويستحق الفرح، لأن الله وفق. فنفرح لأننا صمنا رمضان، ونفرح لأننا أنجزنا، ونفرح بجيشنا، وحق لنا أن نفرح وأن نفخر، لأن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وفضله منحنا هذه المنحة الربانية بأن حمى بنا بجيشنا وشرطتنا مصر في عهود مختلفة في 73 في العاشر من رمضان. انتصرنا ففرحنا، وفي حربنا على الإرهاب انتصرنا ففرحنا، وما زال هذا الجيش يعطي، وهذه الشرطة الباسلة تعطي إلى وقتنا الحالي. نفرح بمنجزاتنا، بشبكة طرق لم تكن على قبل ذلك أبداً على مستوى تاريخ مصر. نفرح بقناة السويس، نفرح بكل منجز في هذا البلد بنته أيدي مصرية وبأموال مصرية، فحق وحق لنا أن نفرح كما فرحنا بصومنا. فالصلة واضحة وموجودة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. استغفر الله. الله أكبر، 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 الله أكبر. نحمدك ربنا ونصلي ونسلم على رسولك صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا اليوم في الواحد من شوال في يوم الجائزة أمام اختبار كبير وثقيل يحتاج منا إلى يقظة. إن شهر رمضان كان درساً قويماً وقوياً، من أخذه بحظ وافر فإنه سينظر نفسه اليوم وبعد اليوم إلى رمضان القادم، فإن وجد نفسه كما كان في رمضان في هذه الأيام بأخلاق رمضان وبروحانيات رمضان، فليعلم أنه قد نجح وأنه قد فاز وأن الدرس قد حقق ثمرته. وإن وجد نفسه على غير ذلك فليراجع نفسه وليعد إلى ربه سبحانه وتعالى، وليجعل القلب يعود، فإن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن القلب السليم في كلامه عن سيدنا إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال عنه أيضا: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة سيدنا نوح عليه السلام، من شيعته سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإن من شيعته لإبراهيم
إذ جاء ربه بقلب سليم. وهكذا دعوة من القلب إلى القلوب التي تعي، إلى القلوب المصرية، دعوة بالتزكية التي يتبعها العمران ويتبعها البناء. فإن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي أن العمل يتلو العمل، وأنه لا وقت يضيع، بل لابد من بذل الجهود كما أمر ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه أن تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن تمنحنا الفضل والرحمة منك يا الله. اللهم إنا نسألك تقدما وازدهارا لمصرنا الحبيبة، ونسألك تقدما ورقيا وسدادا في القول والعمل لقيادتنا وكافة مؤسساتنا. اللهم إنا نسألك أمنا وأمانا لمصرنا ولبلاد المسلمين والعالمين أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، هنا في مسجد المشير بالقاهرة أدى المصلون صلاة عيد الفطر المبارك. أما هم فيها وخطب خطبة العيد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. حضر الصلاة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة، وكذلك قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما حضرها أبناء الشهداء. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام. تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في خطبته اليوم عن صوم رمضان وعن القلب وعمارة القلب، وأن الجسد فيه مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. مشاهدينا الكرام، هنا في يوم الفرحة، هنا ميقات للسعادة. بعدما صمنا رمضان أكمله الله علينا بكل الخير، رمضان الذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر، خير من 83 سنة عبادة. التقوى هي محلها القلب، وحينما فرض الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فالهدف من الصيام هو التقوى، التقوى في كل الأعمال، التقوى في مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل ما يخطر على البال وعلى القلب، كي يعمر هذا القلب وكي ينير في الأعمال كما ينير في الوجوه. مشاهدينا الكرام، انقضى رمضان بخير، هنيئا لمن فاز، هنيئا لمن اجتهد. اللهم بلغنا رمضان المقبل، واجعل أيامنا كلها فرحة، واجعل أفضل أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. هذه
فرحة المؤمن الكبرى. مشاهدينا الكرام، إن اليوم هو يوم جائزة، يوم بشر، يوم سرور، وإن مصرنا الحبيبة لا تستحق دائما أن تكون في أفضل الأحوال، وكذلك شعبها الطيب تاريخا وحاضرا ومستقبلا. إن بناء مصر في كل ما يجري على أرضها إنما هو رسالة لكل الأجيال القادمة أن هذا الوطن سيصمد وسيصعد، وأننا على فخر بأن نكون مواطنين هنا في هذا الوطن. مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، أسعد الله أيامكم وتقبل طاعاتكم بكل اليمن والبركات، أنتم ومن تحبون، ودائما مع حضراتكم ننقل كل ما يستجد. فبعد قليل يذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة حيث يحتفل أبناء الشهداء ويحتفل معهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك.